السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الفلفلة اللي طلبتي لي اللي كنحضر بها عدة وصفات. دابا ان شاء الله غادي نقدم لكم الطريقة باش كنصاوبها. عندي هنا واحد جوج كيلو ديال الفلفلة، جوج ريوس ديال الثوم نقيتهم، واحد جوج معالق ديال الملحه كبيره. انا خدمت هنا الملحه الصحيحه كتصبر الحاجه، ماشي الملحه العاديه. وانتم المهم ديروا الملحه اللي موجوده عندكم، ماشي مشكل. عندي هنا واحد زلافه ديال الزيت، زيت المائده. دابا غادي نوريكم الطريقه. كناخذ الفلفله، ومن الاحسن الفلفله تكون اللون ديالها مغلوق شويه، ما يكونش اللون ديالها فاتح، من الاحسن يكون اللون ديالها شويه غامق. كنقيها بهذه الطريقه ونزول هذيك العريقات ديالها. كنزول هذه العريقات اللي بويض هكذا لداخل، وديك الزريره ديالها، وكنمشي معاها بهذه الطريقه صويرات. انا درت واحد جوج كيلو، راني درتها في الكسكاس تبخر وخليت هاد الجويجات باش نوريكم الطريقه اللي كنستعمل بها. كناخذوا ديك الزريره اللي لداخل كلها، وديك العريقات البويضين حتى هما كنتخلصوا من هاد العريقات البويضه اللي كيكونوا عندها لداخل. يمكن لكم ديروا بها عدة وصفات، قطنيه، شرموله، كتبقى مده طويله ثلاجه. كتقطعوها شويه غليظه، ماشي مشكل، لان ملي كطيب صافي كتهبط ما كتبقاش باينه. ومن بعد تنطحنوها. دابا هذا هو التقطاع اللي كندير لها. انا ديجا دايراها في الكسكاس، انا نوريها لكم. غطيتهم فيلم اليمونتير، ها هو. كنزيد عليها هاد الجويجات اللي قطعنا، وكنخليها تبخر واحد الساعة ديال المكانة، ونتلاقاو ان شاء الله. هادي هي الفلفلة ديالنا بعد ما تبخرات. كنبيتها ليلة كاملة كتقطر باش ما كتصعبش علينا ملي كنجيو كنحمروها. كتقطر مزيان من ديك الماء. دابا هادي ندوزو نديروها في الطحانة بهاد الطريقة. كنعمروها، كنديرو شويه بشويه، كنزيدو معاها ضريسات ديال الثومه. انا الثومه ما كنطيبهاش فيها، كنخليها خضراء باش كتعطيها واحد لوغو زوين، لا في التشرميله ولا في كل شيء. كنطحنها معاها خضراء. كنزيد شويه ديال الملحه، وكندوز نطحنها. هادي هي الفلفله بعد ما طحنتها. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي، ما كنصفيها ما والو، لان كنزول هذيك العريقات في الاول وديك الزريعه. كتجي غزاله ما فيها لا قشور لا حتى شي حاجه. دابا كنخويها، كنزول هاد الاله ديالها. تنخويها في المصيلات، وكنزيد معاها واحد شويه ديال الزيت، زيت المائده، ونبقى نقابلها شويه بشويه
نبقى تنحرك فيها ونقص العافيه، ما كنخليش العافيه مجهده وانا تنحرك فيها حتى كتزيد تقلى كتعقد مزيان. شي فاش كتقطر من الماء ما كناخذوش معها واحد الصعوبه، دغيا كتحمر لنا مع ديك المليحه والثومه اللي طحنا معاها. كنبقاو مقابلينها هكذا بالتحرك ساعه ساعه، ما نخليوهاش بوحدها، ساعه ساعه نحركو حتى كتعقد لنا شويه باش ما باش كتبقى لنا شي مده شويه طويله. هانتوما كتشوفوا التحميره ديالنا بعد ما حمرتها مزيان كتقلى مزيان بهذه الطريقه. خصها شويه ديال الكانه، ما تزوجش من حداها، ساعه ساعه تحركها، ومن الاحسن ديروها في شي حاجه غارقه حيت الى جهدتي ولها شويه البوطه كتبقى تطير، مقيله تكون غارقه وكتحمر مزيان. دابا غادي نخلي نزولها على العافيه، صافي ها هي وقفات وتبرد شويه باش نديرها في العليبات ديالها. دابا بعد ما بردت شي شويه كنديرها في هاد العليبه ديال الزاج. هانتوما كتشوفوها كيفاش كترجع، ما كتبقاش خفيفه، كترجع شويه قاصحه، كينقص ديك الماء ديالها. كنصحكم بالتجربه ديالها، وفوق هادشي صحيه حسن من اللي كتباع لبرا. كتعرفوا بعدا شنو كتاكلوا، تصوبوا بها القطنيه، المهم الطياب كله اللي كيتحتاج التحميره كلها ديروها بها، والصوص ديال البيتزا كتجي رائعه. واخا فيها شويه ديال الشقه، المهم كنصحكم بالتجربه ديالها. وكنديروا شويه ديال الزيت في الوجيه ديالها، كنحاولوا نغطيوها كلها بالزيت بحال هذه الطريقه. هانت الزيت بلديه ولا روميه كيبقى الاختيار لكم. وكنشدوها هكذا ونديروها في الثلاجه، وفوق ما بغيناها كناخذوا ديك المعلقه وعاوتاني نردوها للثلاجه. كتبقى مده طويله، ولكن من الاحسن ديما كل ما تهزوا منها تحاولوا تغطيوها بالزويته ديالها من الفوق، ديما الزويته عندها من الفوق. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.